الشمس يقطع الطريق، ليما يريد أن يبدأ الطريق، كايو سريع، كايو ينطلق، كايو دائما يكون الطريق، كايو الكرة معاه، يلعب له كرة إلى فابيو ليما، يا رب لم يخرجوا من السباق لكي يعودوا إليه، لم يخرجوا من السباق، ما زالوا ينتظرون، يتقدمون، يحافظون على الأمال، يدافعون عن الحظوظ. بالنسبة للهدفين، ليما يتصدر السباق، يتصدر السباق، يواصل الانطلاق. أي قوة هجومية، أي مثلث مرعب، كانت من مينديز، وصلت إلى كايو، الكرة استقرت في شباكك يا راشد. راشد يعرفهم لكنه لا يعرف إيقافهم، يعرفهم جيدا لكنه لا يجيد إيقافهم. الآن يواجههم، تواجههم يا راشد، هكذا هو المصير. من يواجه ليما وكايو ومينديز؟ لم تركنا لعبة. شوف هناك جمهور الوصل الموجود، جماهير اللي على يمين المنصة، يسار المنصة، جمهور الوحدة اللي موجود في المنطقة المخصصة. لا، اسماعيل هرب، اسماعيل لعب كرة، يا رب هذا المطر اللي لما ينزل الوحدة يصعد، الوحدة يصعد في يوم وليلة ملبدة بالغيوم. لا بد من مطر، لا بد من مطر. النظرات، دعوات، الأماني، الكرة الثابتة في الوقت بدل الضايع، خمس دقائق كوقت بدل ضايع. راشد علي في مرماه، مينديز الرقم 17، الرقم 17 الآن يتقدم، بيلعب لكرة قوية، الله ما زال هناك وصل، ما زال هناك فهود، ما زال هناك تحدي، ما زال هناك أمل، ما زالوا في قلب السباق وقلب المنافسة. جولة الرقم 17، مينديز مرة أخرى، القميص في نفس رقم الجولة، يحرك مدرجات الفهود. يا ليالي الوصل عودي واجمعينا، يا ليالي الوصل عودي واجمعينا. ما زال حبل الوصل ممدود، 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 لا ينقطع أبدا، لا ينقطع أبدا. هدف في الوقت القاتل، هدف في أوقات الوصل، يحرك كل العشاق، يحرك جماهير الإمبراطور. جولة الرقم 17 تغير اتجاهها ليستمر اتجاه الوصل، ليبقى اتجاه الوصل.